بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أحلى مخبوز بطريقة برضو بسيطة وظريفة، وهنعمله في البيت، مش هنشتريه جاهز، وهنوفر زي ما احنا متعودين. تعالي معايا في الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. مكونات المخبوز بتاعي: قطعة خميرة كبيرة، وعندي كوباية لبن او مج لبن كبير، وعندي سمسم، طبعا الكمية اللي انت عاوزاها، وممكن ما تحطش سمسم خالص، بس المخبوز ده مع السمسم بيبقى ليه طعم مميز. وعندي كمان تقريبا نص كيلو سمنة، واخدة منه يعني ربع كوباية من السمنة. وعندي ده شرش، الشرش بتاع الجبنة، وطبعا فيه قطع جبنة زي ما احنا شايفين كده، هدخلها جوه العجين، بتدي العجين برضو طعم مميز. ولو مش موجود ممكن تستخدمي المية عادي. كيلو دقيق، وطبعا الدقيق اللي هنستخدمه في المخبوز بتاعنا ده اي نوع من انواع الدقيق. ولو عايزة المخبوز بتاعك يكون مقرمش بتستخدمي الدقيق الحلويات، ولو عايزاه طري بتستخدمي دقيق الفينو اللي قلت عليه قبل كده، او متعدد الاستخدام. وبرضه هستخدم الملح والسكر، وهوريكم الكمية اللي هستخدمها دلوقتي. في البداية انا بدوب الخميرة بتاعتي، وزي ما انتم شايفين انا جايبة قطعة خميرة كبيرة، وانا دايما في المخبوزات بتاعتي بحب تكون الخميرة بتاعتي كميتها كبيرة. هدوبها في كمية اللبن بتاعتي كلها، زي ما احنا شايفين كده انا دوبت الخميرة بتاعتي كويس تمام. قبل ما احط الدقيق انا عندي السمنة بتاعتي انا سخنتها كويس، وهحط فيها السمسم بتاعي الاول قبل ما احطه على العجينة تمام. زي ما احنا شايفين كده، سامعين الصوت ده، بيدي قرمشة شوية للسمسم قبل ما تحط في العجينة، بيخلي طعمه جميل في العجينة. وبعد كده بحط السمنة بتاعتي بالسمسم تمام، زي ما احنا شايفين اهو، وبحط بقى عليها الدقيق، وبحط زي ما انتم شايفين كده بايديا تقريبا معلقة كبيرة من السكر، وبحط كمان قدهم كده من الملح، وبقلب كله على بعضه. وما تقلقيش عادي، لو احتجت دقيق حطي لحد ما يوصل للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. طبعا احنا شايفين السمسم بدأ يظهر في العجينة اهو، وده بيخلي المخبوز بتاعي مميز وجميل. ما بحطش من الشرش بتاعي الا اذا احتجت او حسيت ان العجينة ناشفة ومحتاجة شوية منه، يعني حسب الاحتياج، ما بحطش كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا وزي ما قلت قبل كده في المخبوزات اللي عملتها قبل كده، لو عايزه المخبوز بتاعك مقرمش ما تخليهوش طري، لو عايزاه يعني يكون طري وهش من جوه خليه طري. اللي بأكد عليها كل مرة في عمل المخبوز بتاعي، انا حساها ناشفة معايا شوية، فانا هاخد لها شوية من من الشرش بتاعي، واحاول اطلع يعني قطع الجبنة دي، بتخلي طعم المخبوز مميز جدا. احاول اطلعها بايديا كده وادخلها في العجينة بتاعتي شوية شوية كده، ولما احتاج اخد تاني. دي جبنة قريش، وطبعا لما يعني معلومة ليكي، لو حبيتي
تشتري كيلو او اتنين ويقعد عندك اسبوع كامل من غير ما يبوظ منك، لان احنا عارفين طبعا الجبنة القريش لو استنت في التلاجة يعني بتعمل ريحة كده وعفن، وبتبقى طعمها مش حلو بعد يومين ثلاثة. لو عايزاها تستنى بنفس الطعم وتفضل عندك انها صبحة لسه شرياها، بتحطيها في حلة مية، وطبعا بتحطي المية ديت شوية ملح صغيرين مش كتير، وتسيبيها متغطية بالمية جوه الحلة، وكل ما تحتاجي منها بتاخدي قطعة وتسيبي الباقي في الحلة زي ما هو، بيتستنى عندك لمدة اسبوع كامل ما بيحصل لهاش اي حاجة. المية طبعا بتاعت الجبنة اللي بتفيض، اللي هي الشرش بقى اللي بيطلع من الجبنة اللي هي في الحلة اللي انت حطاها ومخزنها فيها دي في التلاجة، بتعملي منه مخبوزات زي ما انا عملت كده، ما بترموهوش يعني، وبيبقى المخبوز مميز وطعمه جميل جدا. برضو حسها ناشفة معايا شوية زي ما انتوا شايفين كده، انا باخد وباخد قطع الجبنة معايا، شوية صغيرة كده، واقلب لحد ما اوريكم الشكل العجينة ايه. هخلص وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتي مهش طرية ومهش برضو ناشفة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده، مش طرية قوي مش ناشفة قوي. زي ما احنا شايفين كده انا سبت العجينة ترتاح 10 دقايق، هقطعها كلها قطع كبيرة كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها فوق بعضها تدفي بعضها كده. هخلص الكمية ديت وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت كل الكمية، طبعا مش هسيبها مكشوفة للهواء عشان ما وشها ما ينشفش، هغطيها وانا بستخدمها او انا بفردها، باخد واحدة واحدة، طبعا باخد من اللي تحت ما باخدش من اللي فوق، وببدأ افردها، بفردها كويس، وبيبقى فيها تخانة كده ما بخليهاش رهيفة، تمام. وبقطعها بالطريقة اللي تعجبني، ممكن اقطعها بالشكل ده، تمام زي ما احنا شايفين كده، ممكن اقطعها قطع اصغر لو انا حابة شكلها يكون كده، ممكن اقطعها مثلثات او مربعات زي ما انا عاوزة. واللي بقطعه برصه عندي وبغطيه، برصه في ريح بعضه كده، ولازم اغطيه عشان وشه ما ينشفش. باخد قطعة كمان، اراعي ان انا اخد من اللي تحت ما اخدش من اللي فوق، لان اللي تحت بتبقى ارتاحت، وبعرف افردها كويس. ممكن نعملها بشكل تاني، انا عندي شكل نجمة، وده طبعا اللي بنعمل بيه السابليه. بقطعها كويس تديني شكل نجوم كده، طبعا الاطفال بيحبوا الحاجات الهجس ديت، فاحنا بنهجس عليهم عشان ياكلوا اي حاجة احنا بنعملها، بنعمل لهم اشكال، بنعمل لهم مناظر حلوة كده في الطبق عشان يحبوا الاكل اللي احنا عاملينه، تمام. بخلص بقى كل الكمية وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت كل الكمية، طبعا وانا بقطع كنت حريصة ان انا ما اكشفش اللي انا قطعته، وانا هغطيه كله وهحط عليه كمان غطا عشان يتدفى، وهسيبه لحد ما يخمر واحس ان الوحداية نفشت كده، هرجع له. وزي ما احنا شايفين كده المخبوز بتاعي، شايفين نفش اهوت، انا هبدأ ارصه في الصينية بتاعت الفرن. وزي ما احنا شايفين كده انا رصيت العجينة بتاعتي وحطيتها، وزي ما انتوا شايفين كده انا حطاها في نص الفرن اهو، بين الشواية وبين النار اللي تحت،
ومهديه يعني النار متوسطه من فوق ومن تحت، وهدخلها وهسيبها شويه. وزي ما انتم شايفين كده العجينه نفشت اهي في الفرن، جميله خالص اهي. اول ما وشها يتحمر هقلبها على الوش التاني. وزي ما احنا شايفين ده المخبوز بتاعي بعد ما طلعته من الفرن، ودي النجوم بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين شكلها ظريف وجميل خالص اهي. وعندي برضو الشكل ده برضو جميل خالص، وهوريكم واحده من الوحدات سامعين، هي مقرمشه من بره وفي نفس الوقت طريه من جوه زي ما احنا شايفين اهو، طريه من جوه ومقرمشه من بره. وده المخبوز بتاعي. وطبعا لو عايزاها مقرمشه اكتر من كده بتهدي الفرن عليها خالص، والعجينه نفسها تحطي مع الكيلو نص كيلو سمنه لو عايزاها كلها مقرمشه من بره ومن جوه. لكن انا بحبها كده لان دي لما بتتغمس مع الشاي او مع اللبن بيبقى طعمها احلى واجمل بكتير. تمام. وادي كميه المخبوز اللي طلعت من كيلو دقيق واحد. طبعا لو هتشتريها هتشتريها بمبلغ كبير، وزي ما احنا تعودنا في قناه وفر في بيتك منوعات احنا بنوفر في كل حاجه وبنعمل كل حاجه في البيت. وعلى فكره ده طعمه احلى من اللي في المحلات بكتير. يا ريت تجربيها بنفس المقادير بتاعتي وبنفس الطريقه وشوف هيبقى طعمها ايه، واكتبي لي في التعليقات. ويا ريت اللي عجبته الوصفه دي ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله.